طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكركم جميعا، طبعا جهدكم العظيم والتنسيق الجميل اللي تقوم به يذكرني بأيام الأنشطة. طبعا أنا من دفعة 33 في كلية الطب جامعة الملك خالد، وكانت يعني تلك السنة كانت حافلة بكثير من الأنشطة والأشياء. فالجميع من يستمع يعني من الزملاء والزميلات، إذا وجدت فرصة في الأنشطة فاستغلها، لأنها يعني أحيانا سنوات لن تعود ولن تجد الوقت يعني ممكن في المستقبل أنك خصوصا لما تدخل التخصصات المشغولة، أنك يعني تبذل الوقت في الأعمال التطوعية وتخرج ما لديك المواهب وأشياء. فالشكر لكم جميعا، والشكر كذلك الدكتور سليمان الحميد، الدكتور الصديق الدكتور رضاح معي كذلك على الجهد. وهذه أحد الأشياء التي تزيد من غناء سيرتك الذاتية. إذا أخذتها يعني للجانب البزنس البحت، فهذه الأعمال كذلك تقوي سيرتك الذاتية بشكل كبير جدا، وهي إما يعني الأشياء التي ينظر لها كثير من البرامج والمؤسسات، تنظر يعني شخصيتك يعني أين كانت، يعني هل أنت مثل الطالب الدافور اللي يداوم ويطلع ويداوم ويطلع ويداوم ويطلع وما عنده حياة أخرى، أو إنه شخص يعني طبيعي مثل غالب الناس يعني. الشيء الذي يعني أود يعني أبدأ به أولاً، إنه السيرة الذاتية في الحقيقة ليست medicine، هي more يعني business. يعني انت اذا بدينا نتكلم عن السيره الذاتيه، انت تبدا تشعر انك تتحدث عن بزنس وتجاره وتسويق واداره اعمال ومن هذه النواحي، فانت تخرج من شخصيتك الطبيه الى شخصيه اخرى، لانك انت تريد ان تطرح نفسك في السوق، اللي هو الحقيقه هو سوق يعني اذا فكرت فيها، تطرح نفسك في السوق بافضل طريقه، تريد ان تضع نفسك وكل ما قدمته في مثلا السنوات الكليه الطب. وانا اوجه انا افترض اني اوجه الكلام هذا للطلاب في السنه السادسه وما بعدها، الطلاب اللي في مراحل مبكره قد يختلف الحديث، لكن انت تريد ان تختصر كل ما قدمته من يوم بديت كليه الطب لين يعني قدمت على الجهه التي انت تطمح الذهاب اليها، تريد يعني تقريبا في صفحتين يعني اللي هو تقريبا المتعارف عليه في السيره الذاتيه. سأسعى في الدقائق التالية أن أجيب على هذه الأسئلة: لماذا تهتم بالسيرة الذاتية؟ يعني ليش؟ كيف تبدأ بها؟ وماذا تكتب فيها؟ وماذا لا تكتب فيها؟ لأن أحيانا الإنسان يعرف ماذا يكتب بس إنه لا يدري ماذا لا يكتب، فيقع أحيانا في أخطاء كارثية يعني. وأمر أخي يعني مهم جدا، ليس أخير لكن مهم جدا، اللي هو أن تستعين بخبير، وخبير هذا قد يكون شخص، قد يكون مؤسسة، قد يكون أصدقاء، يعتمد. ثم يعني قد أنقل لكم تجربتي الشخصية، أنا كيف كتبت السي في وكيف بدأت، وأضع لكم يعني جزء من سيرتي الذاتية في نسختها الأولى. وأنا صراحة لما أعود إليها أحيانا أشعر بالذنب، وأشعر بأني بتأنيب الضمير، وأشعر أني صراحة ارتكبت خطأ في حق نفسي، أنها كانت صراحة منظرها لا يليق. لماذا تهتم بالسيرة الذاتية؟ السيرة الذاتية هي بوابة لذاتك. الآن أنت تريد أن يعني لو تقابل شخص لأول مرة تقابله وتريد أن تقدم نفسك في ورقتين، هي باختصار هذه السيرة الذاتية. كنت أقرأ يعني قبل التحضير لهذا الموضوع، أنه وأنا أتصور أنه قد يكون مبالغ، لكن أنه بدأت سيرة الذاتية في 1950، وأول من كتب سيرة الذاتية دافنشي الفنان الإيطالي، أظنه إيطالي. وصراحة هو موضوع مهم، لو يقرأ أحد، لو يبحث أحد في التاريخ العربي يجد مثلا من كتب سيرة ذاتية مثلا ليقدم على وظيفة. ما كان عندي وقت صراحة أني أجيب هذا الفضول. الأمر الآخر أنه من تلك الفترة يعني صارت أمر معتمد في غالب النواحي، وظيفة يساوي سيرة ذاتية، مقعد يساوي سيرة ذاتية، فلابد هي جزء، هي روتين لابد أن يعني أن يكون أن نتعامل معه. طبعا أنا كمؤسسة أحتاج فلتر للمتقدمين،
تصور مثلا بعض المقاعد في السعودية كذلك وفي أمريكا مثلا، بعض المقاعد يقدم على المقعد الواحد مثلا للطب الباطني في جامعة معينة 400 شخص على المقعد الواحد. فإذا كان عندهم مثلا 4 مقاعد معناها 400 ضرب 4، أنا ضعيف في الرياضيات لكن صورناها 1600 متقدم. 1600 متقدم يعني لا يوجد لديك وقت ولا جهد أنك تجلس مع كل أحد وتشوفه زين ما هو زين، سيرة الذاتية يمكنها يعني مش مرة مكتوبة زين لكنه هو كويس، يعني هذه لا يعني صعب جدا على المتقدم. بالتالي السيرة الذاتية تكون يعني بوابة وفلتر ينظر إليها، شاف فيها خطأ مثلا إملائي بسيط الآدمي إذا ما يصلح خلاص، ولا المتقدم هذا لا يليق لنا. فهو فلتر مهم للشركات والمؤسسات. أنا ما أدري الأسئلة، أنا أشوف بديت أرى أسئلة في الشات، ما أعرف صراحة إيش المفترض أنا أتعامل معها، لكن ممكن يكون راح أخلي الأسئلة لآخر أوكي السيشن الإلكتروني. تمام زين. طبعا كنت أقرأ في الليتريتشر عن مسألة السيرة الذاتية، فوجدت مقال في كنيديان فاميلي فيزيشن جورنال و1980 كاتب، شوف اللي أنا كاتبه، كل طبيب يجب أن يكون له سيرة ذاتية ويراجعها بشكل مستمر، لا أمر ضروري لابد من لتذهب لمقعد أو لمقابلة. وهذه حقيقة من 1980، واحد كاتب 1980 وما زالت إلى هذه اللحظة. أنا كتبت السايتيشن المقال هذا، it's interesting to يعني صراحة إذا يعني جميل الواحد يرجع لي يشوفه، it's part of the history يعني أكثر من أنه يكون مفيد يعني. طيب كيف تبدأ في السيرة الذاتية؟ أنا في يعني بغالك أول شيء أنك يعني أنت كمتقدم كوب من قهوة تجلس وتعود من الشيطان، وتحتاج عدة أشياء. تحتاج أول أنك تعرف نفسك، تحتاج ورقة وقلم، تحتاج أن تنظر مثلا للشباب يعني والأخوات والزميلات المتقدمين في السعودية. أنا متقدم مثلا لهيئة التخصصات السعودية، اقرأ الـ مثلا المتطلبات اللي تفرضها هيئة التخصصات السعودية. لو أنا متقدم مثلا على المستشفيات خلينا نقول برا مثلا في ألمانيا في أمريكا wherever، تقرأ ما المطلوب منك، يعني ما هو الأشياء المطلوب منك، اقرأها بشكل يعني متفحص تمام، وفقط لتأخذ فكرة يعني ماذا يمكن أن يكون لديك مما يطلبون. ثم اطلع على سيرة ذاتية سابقة. ذكر الدكتور فيصل قبل شوي، فيصل العمري حبيبنا اللي كان يتكلم قبل قليل، وأنا كذلك سألته في تويتر، جزاه الله خير، هو بادر كنت أسأل عن مسألة التقديم ف أفادني في هذا البرزنتيشن، أنك تطلع على السيرة الذاتية سابقة. يعني فرضاً أنت تريد تقدم على مقعد خلينا نقول للعظام في السعودية، أنا ما أتوقع أن التنافس عليه عالي مثلاً، شوف أحد الأصدقاء أحد الزملاء شخص تثق فيه، أصل إليه وقل يعني ممكن أشوف سيرتك الذاتية أطلع عليها وكيف كانت. طبعاً حاول أنك ترى نماذج ناجحة، يعني نموذج ناجح تثق فيه. يعني تذكر كل ما نسيت، أحيانا أنت قد تظن أن ليس لديك شيء لكن فيه أشياء كثيرة قد تصلح أن تكون في السيرة الذاتية وأنت تظنها ما تصلح. مثلا أنت أخذت شهادة شكر وتقدير من مثلا مؤسسة معينة، أو خلينا نقول شاركت في عمل تطوعي في الحارة مثلا، خلينا نقول وتفر يعني أشياء أحيانًا لا تظن أنها تذكر لكن لو أصرتها أحيانًا اللغة تعطيها جانب حقيقي، أحيانًا تكون عادية مثلًا. يعني خلينا نقول من الأشياء اللي منتشرة كثير اللي حملات تطوعية مثلًا في الأسواق، وفي الحين فترات الأخيرة مثلًا نشرت أشياء أنت فعال على السوشيال ميديا مثلًا، ممكن تذكر أشياء مثل هذه. أنا ما أعرف عن مدى يعني تأثيرها في السعودية تحديدا، لكن أعرف إنه في بعض البرامج كثير في يعني في أماكن مختلفة من العالم إنهم يعتبرون نشاطك وتأثيرك إنك أنت public figure على قولتهم في السوشيال ميديا قد يمنحك يعني يمنحك
حظوة أو يمنحك نقاط أكثر. امنح وقتك الوقت نفسك الوقت الكافي، بمعنى انه لو عندك الان مطلوب منك سيره ذاتيه، في مثلا انت عارف الان انك طالب امتياز لابد تقدم في تاريخ معين، بعد مثلا خلينا نقول الان احنا في الشهر يعني في شهر 3 ميلادي، افترض انه مطلوب منك انك تقدم في شهر 10 ميلادي، ابدا من الان يعني لا تنتظر اخر اسبوع، بس يعني مهما بذلت من الجهد لن تكون لديك سيره ذاتيه جيده، وثق بي يعني لو انت جيت تحاول تقدم سيرتك الذاتيه قبلها باسبوع اسبوعين سيرتك الذاتيه ستكون يعني لا تليق بك يعني. هذا مثال انه هذا نظام مطابقه في الهيئات السعوديه للتخصصات الصحيه، لديهم اشياء معينه لابد يتطلبونها. طبعا في بعض الاشياء صراحه يعني من رايي الشخصي احس انها مبالغه، يعني مساله انه مطلوب منك، وأنا أحس أنها صراحة أنتم الدفعات الحالية مظلومين يعني وعليكم ضغط كبير، أسأل الله عز وجل الله يعينكم. اليوم مسألة الريسيرش، وأنت كطالب طب ما مفترض أنك تكون ريسيرشر الحقيقة، يعني طالب طب ما مفترض أن يكون كاتب خطة ريسيرش ولا مدري إيش، لكن الله يعين الواحد لابد يتعامل مع الواقع. فهم الآن أنت مثلا الآن في السنة، هذا الأمر إذا أنت الحين في بدايات السنوات، إذا كان ما أعرف إذا كان كم واحد يستمع لي، هل ممكن احد يكتبون في الشات كم يا شباب والاخوات كم والزميلات كم النسبة اللي في السنوات المبكرة؟ اللي في السنوات المبكرة يضع رقم واحد مثلا، نشوف سنة خامسة سنة واحد فورث يير. طيب يعني مثلا اللي في مثلا الشاهد انه اللي في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة عندك وقت انك يعني تلحق وتسوي اللي مطلوب منك في من هيئة التخصصات، لكن إذا أنت في سنوات متأخرة ممكن هذا يعني شوي يتأخر الوضع عليك، لكن الشاهد أنك تذهب الآن، اذهب لنظام مطابقة في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وانظر المطلوب منك، ويعني حاول قدر الإمكان أنك يعني تحقق المطلوب منك. ممتاز، شكرا شكرا لكم جميعا، شكرا. طيب في كل السيرة الذاتية غالبا تكون السيرة الذاتية تبدأ بالإديوكيشن، السيرتيفيكيشن واللايسنسز. مثلا أنت مثلا إديوكيشن بمعنى أنك أنت والله متخرج من كلية الطب في جامعة الملك خالد، أو استخرج من كلية الطب في جامعة الملك خالد بتاريخ معين. السيرتيفيكيشن مثلا أنت عندك البورد السعودي في الطب الباطني، أو عندك البورد الأردني البورد العربي. مسألة اللايسنسز، مثلا انت عندك education حلو بس ما عندك certification، بس انك you are licensed physician الحين، مثلا انت هيئة تخصص صحية معطيتك الرخصة للممارسة تكتبها. لو عندك graduate medical training، طبعا يختلف من مكان لمكان، احنا عندنا في السعودية انت تخرج من الجامعة وتخرج على كلية الطب مباشرة، في بعض الدول من الثانوية على كلية الطب مباشرة، في بعض الدول أنت تدرس بكالوريوس ثم تدرس طب، وأحيانا تدرس بي اتش دي ثم تدرس طب، وأحيانا تدرس ماستر ثم تدرس طب. لو كان عندك مثلا ماستر ديجري ولا عندك أي جرادويت تريننج تحطه، لو مثلا أنت خلينا نقول أنت بعد ما تخرجت هذه البروفيشنال اكسبيرينسز، مثلا أنت لو تخرجت من كلية الطب مثلا ثم اشتغلت لمدة سنة أو سنتين في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، تضعها مثلا، هذه تزيد فرصتك القبول في الأنف والأذن والحنجرة، وهذه إحدى أساسا الخبرة، إحدى الأمور التي تضع عليها الهيئة التخصصات نقاط. لو عندك publications وبرزنتيشن تضعها، وتضع اليوم والتاريخ والعنوان يعني كذلك. إذا عندك جوائز، طبعا الجوائز هذه مصطلح جدا فضفاض، يعني أنت لو فرضا الجوائز والأوردز هذه، لو أخذت أنت شهادة تقدير من الكلية، هذه تعتبر من الأشياء اللي تضعها هنا مثلا.
لو أخذت شهادة تقدير من الحي لمساهمة بسيطة أنت سويتها، تضعها هنا من أي جمعية أو من أي مؤسسة تعاونية تضعها هنا. فأحيانا أنت تظن ما عندك شيء، لكن ترجع تجد نفسك لديك عدة أشياء ممكن أنك تضعها، حتى لو واحدة أو ثنتين يطلع شكلها جميل بالسي في. التطوع، أتصور أنكم يعني الشباب القائمين على هذا البرنامج هو جزء كبير يعني كله تطوع أساسا. وأي أعمال مماثلة تكتبها مثلا في أي شيء يعني، ويعني اعتراف أنه إحنا يعني دفعات السابقة، متابعة تابع كثير من الطلاب على تويتر، وفي يعني أحالي أصدقاء يتواصلون معي مباشرة، أنه وعيكم بشكل عام الدفعات هذه أعلى بكثير من وعي الدفعات السابقة، فهذا أمر يحسب لكم. الريفرنسز بمعنى الآن أنت اشتغلت مع، نفترض أنك أنت طالب طب الآن في السنة الخامسة أو السادسة، اشتغلت مع دكتور معين وتشعر أنك استطعت أنك تغرس لديه الانطباع أنك إنسان جيد أو طبيب ممتاز أو طبيبة ممتازة، تضع الاسم في الـ في الـ الاسم في السيرة الذاتية، يعني هذا الشخص يعادي لي. مثلا أنا مثلا كنت واضع، أول ما وضعت السيرة الذاتية كنت حاط الدكتور عبد الله العسيري، وكان الدكتور عبد الله العسيري لابد إني أنا أروح للدكتور عبد الله العسيري أقول له دكتور عبد الله العسيري أنا سوف أضعك كريفرنس، بمعنى إنك لو أنا قدمت على جهة معينة ورفع التليفون عليك وقالوا السلام عليكم في شخص اسمه محمد الشهري قدم علينا تعرفه؟ يقول إيوه. اللي يحصل أحيانًا بعض الناس إنه يضع ريفرنس بناءً على أوكي أنا بحط الشخص هذا جست في الفراغ، ويحصل إنه يتواصل يقول والله أنا ما أدري هذا، إذا ما حتى يمكن يكون نسي يعني، فخاصة إنه الأسماء عندنا ما شاء الله متشابهة، كل الناس أحمد علي محمد أحمد محمد عبد الله، فتتصل عليه يتصل على اللي أنت وضعت ريفرنس، فيكون شكلك لا يليق، ويكون يمكن من أحد الأسباب اللي يرفض. وكل فترة هاي تغيرها يعني، أنت تخرجت من كلية الطب صار بينك وبين هؤلاء الأشخاص جاب سنوات ما عاد اشتغلت معهم، فأنت لما تدخل ريزيدنسي تضع أشخاص آخرين، لما تدخل الفيلوشيب تضع أشخاص آخرين وهكذا. طبعاً الهوايات أمر مهم جداً، طبعاً الهوايات نحن يعني مثلاً الكرة تضعها في مثلا تحب تلعب كوره، تحب ترسم، تحب تشتغل تصميم، مثلا انت مغرم بالرياضيات، مغرم مثلا بالكمبيوتر، هذه اشياء تضعها مهمه جدا لابد ان يكون لها سكشن. سبورتس طبعا ممكن ما اعرف انا، ممكن لو انت مقدم في امريكا او في كندا او في اماكن اخرى غير السعوديه ممكن اقول لك وضع السبورت، لانهم يعتبرونها يعني مثلا انا كاسولف مثلا في المستشفى اقول رايح العب كوره بكره، يستغربون يعني انهم يفترضون اني انا I should be professional player، يعني انا راح العب كوره مع الزملاء هي كلها اجري، فلو وضعتها مثلا في السي في اني العب كوره يعني تكون حاجه يعني يمكن يطالع فيها ويسالك يناقشك فيها، فما ما اتصور انها ممكن انها شيء كبير في يعني في ثقافتنا. الاذر ثينج مثلا نفترض انك انت مميز في شيء، مميز في شيء جدا، بمعنى انك انت خلينا نقول تتكلم 3-4 لغات، او انك مثلا انت طلعت قمه ايفرست، او مثلا خلينا نقول شيء outstanding يعني شيء يعني لما واحد يشوفه يقول وش هذا يعني. لما خلينا نقول انك انت مثلا من الاشياء اللي اتذكر انها احد الزملاء كان يذكرها أنه كان مثلاً عندها راعي، كان هو عنده إبل كان حاطها مهتم بالإبل، هذه يعني مهتم بالإبل في أمريكا يعني كل الناس بتسولف معك وش تسوي مع الإبل، فتضع الشيء لما أنت تقدم خلينا نقول مقدم على مجال معين تضعها بحيث أنك you get the reader attention. طبعاً بعد ما تنتهي وتملأ الفراغات، هذه عندك الفراغات اللي هي 1-2-3-4-5-6-7-8 تمام، هذه الفراغات ممتاز.
الآن لما تنظر لها خلاص أنت عبيت فراغك، تنظر لها تشعر أن عندك، تبدأ تشعر ما هو النقص وما هو الشيء اللي تحتاج أن تملأه. بحاول أني أسرع شوي أني ظهر الوقت يدركنا. طبعاً هذه السي في اللي يعني هذه أول صفحة عندي في السي في. لابد يكون اسمك واضح، يكون رقم جوالك، ويكون عندك إيميلك بشكل واضح. طبعاً التاريخ المفترض يكون موجود، موجود تاريخ when did you update it last time. يعني نفترض أنه أنت مفترض كل شهرين ثلاثة، ما أقول شهرين ثلاثة، كل ما حدث أمر مهم في حياتك الأكاديمية أو العلمية تضيفه في الموضوع. كم صفحة؟ المفترض تكون صفحتين، تزيد بقليل إذا مرة زادت. تخيل بالله أنك تضع السي في ويكون التنسيق بهذا الشكل بالأحمر هذا. لا بد يكون تنسيق بخط واحد. ومثلا لو أنت حطيت مثلا شيء بولد، المفترض يكون كله بولد. حطيت شيء بمقاس معين، هم دائما يقولوا تايمز نيو رومان، هذا الخط يكون هو الخط تقريبا المعتمد أو أريال. لكن المهم أن الدوكمنت كله يكون خط واحد. الدقة بمعنى أنك لا تضع مثلا تخطئ، بمعنى أنك مثلا أنت تروح تكتب مثلا بدل ما تكتب نفرولوجي تكتب نفرولوجي وتزيد O ولا تزيد I ولا يعني ترتيب الأحداث. بمعنى الحين أنك تبدأ مثلا، خلينا نقول أنت مثلا education، يا أنك تبدأ education من الثانوية إلين الدكتوراه، أو أنك تبدأ من الدكتوراه إلى الثانوية بشكل يعني متسلسل، يا تبدأ بترتيب عكسي أو ترتيب يعني تنازلي. طبعا أكثر ما قرأت أنه يقول مفترض أنك تبدأ ما أنت عليه الآن ثم تنزل متدرجا، بمعنى أن الشخص ما يهمه، أنت ما يهمه الآن وهو يقرأ إذا كنت أنت خرجت من الثانوية بتقدير ممتاز، يعني doesn't matter. ثم تضع تاريخ التحديث. تاريخ التحديث يعني مثلا بجنب الاسم، مثلا ما أعرف تشوفون البوينتر بس بجنب الاسم هنا تضع مثلا جولاي 2022 مثلا. طبعا أشياء ما لا تكتبها، هذه لا تكتبها، لا تقع فيها. مثلا المجروح @المجروح.com، تخيل يجيك ايميل، تضع هذا ايميل يكون رسمي، ضع لك ايميل رسمي من الآن. إذا ما عندك ايميل رسمي ضع لك ايميل رسمي من الآن، يعني يكون اسمك الأول اسمك الأخير أو الانيشلز حقت اسمك. هذه خطأ صراحة، خطأ كبير. ما زال أنا يعني أحيانا يتواصل معي ناس حتى أطباء وزملاء، يجيك إيميل مثلا عجيب يعني xm1015، تحس أنه إيميل شات. فهذا جدا مهم أنك تنتبه له، أنك يكون الشخص صادق. لا تكتب إلا ما فعلت أو لا تضع إلا ما فعلت. في قصة ذكرت أنا الزملاء في لقاء سابق، أنت من النادي الطب كان حديث عن الابتعاث في أمريكا، أنه أحد الأشخاص كتب في البيرسونال ستيتمنت أنه هو يربي صقور، ويبدو أنه ما قرأها كأنه نسخها. فلما ذهب للقاء للانترفيو، جاء انترفيو وسأل البروغرام دايركتور كيف تربية الصقور، قال أي صقور؟ يقول إيزي. فصار تقريبا واحد دقيقتين وهذا يقول له الصقر وذا يقول له انا ما ادري عن الصقور. طلع شكله لا يليق. واللي يروي القصه هو بروجرام دايركتور في واحد من البرامج المعروفه هنا. الاخطاء اللغويه الطبيعيه انتبه منها جدا جدا. احيانا يكون عندنا يعني ثقه زائده في لغتنا. فالفراغات الطويله، اذا عندك فراغات طويله في الـ في الـ في السيره الذاتيه حاول ان تملاها بشيء ان استطعت. طبعا احيانا تستطيع ما تستطيع. مثلا من العيوب، مثلا الان فيه زميله تحاول تقدم على برامج في امريكا ممتازه جدا، وهي من دول عربيه ممتازه جدا ودرجاتها عاليه جدا، لكن عندها جاب تقريبا 4 أو 5 سنين ما مارست الطب من 4 أو 5 سنين. حصل مشاكل في يعني حروب وازمات من 4 أو 5 سنين، والان تجد صعوبه في انها يعني تبرر للناس. طبعا لانه لما مركز معين يبغاك تكون عنده يبغى يكون انك انت سيف ان ذا سيم تايم. صورتك الشخصيه الجميله هتضعها ولا؟ طبعا
في خلاف فيها، لكن من يعني الجهات اللي قرأت عنها قريبا اللي هي في دافيتا الشركة الكبيرة المعروفة في غسيل الكلى، لا تنصح بوضع الصورة في السيرة الذاتية. طبعا again خلصت think write edit polish and again and again you do this like 10 times تمام، لأنه أنت تظن أحيانا أنك والله ما شاء الله عليك خلصت وصيرة ذاتية ممتازة، لكن يكتشف كثير من العيوب. واللي جرب الميديكال رايتنج يعرف إيش معنى هذا الكلام، أنك أحيانا أنت تكتب وتراجع 20 مرة وباقي في أخطاء. أحيانا أنت تظن أن لغتك عالية، وأنا كذلك يعني، هذه كلها هي human nature، الإنسان يظن أنه هو غالب الناس overestimate what you have. فاللغة اللغة 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 الإنجليزية ليست لغتك الأولى، بالتالي لا تبالغ في تقدير قدرتك على تجاوز الأخطاء والكتابة بطريقة متقنة. بالتالي استعن بخبير، الخبير هذا قد يكون صديق ممتاز وتثق فيه، خليه يقرأ السيرة الذاتية سيكتشف بعض العيوب، وأنت يعني خليك متواضع، يعني لو واحد اكتشف عيوب يعني ما في مشكلة يعني. الأمر الآخر اللي أنا أقترحه هي شركات، هناك شركات يتراوح الأسعار ما بين 60 دولار إلى 500 دولار إلى 1000 دولار إلى أكثر أو أقل، شركة تسلمها السيرة الذاتية، تغير لك السيرة الذاتية، تشيل الأشياء اللي ما لها داعي، تضيف أشياء، تطلبك بأشياء، تقول لك طيب أنت ما سويت كذا معين، هي تذكرك بأشياء. وأنا ما وضعت هنا روابط شركات أو شيء، لكن يعني لو أحد حاب يتواصل معي ممكن يعني وصل لبعض الشركات اللي مثل يعني حتى أسعارها معقولة، وجربتها شخصيا. مرشدين معنا حاول أن تجد مرشد أكاديمي في وقت مبكر، والمرشد الأكاديمي هو ليس الشخص اللي أعني هو الشخص الجالس في المكتب في الجامعة. مرشد أكاديمي هذا الشخص تثق فيه، دكتور أو حتى مثلا مش شرط عندك في الجامعة في مكان آخر، لكن تثق فيه أنك تسأله عن أي شيء، تعطيه السيرة الذاتية تسأله. واحد مثلا في المجال، انت مثلا خلينا نقول انت والله ميلك للطب الباطني وانت الان في السنه الرابعه، ابحث عن مرشد من الان. يعني I can't يعني press on this more صراحه، يعني هذا الموضوع جدا مهم. وما انا قبل هذا الامر قبل البرزنتيشن هذا سالت ما يقارب 5 أو 6 اشخاص، ما هم مرشدين لكن ما استطيع انهم مرشدين، لكن 5 أو 6 اشخاص شاركت معهم هذه الأفكار وبعضهم أضاف ليعدل. فبالتالي أنك أنت تحتاج أشخاص في حياتك أنك يعني سهل أنك تصل إليهم في الوقت الذي تريد، وهذا الشيء مهم خصوصا في مجالنا، المجال معقد والتنافس عليه عالي جدا. هذه عدة، أنا إن شاء الله دقيقة واحدة، هذه عدة أشياء ممكن أنك تقرأها، كيف تحضر سيرة ذاتية. هذه طبعا تجربتي الشخصيه، هذه سيرتي الذاتيه. انا صراحه كل ما قراتها اشعر بالندم واشعر يعني الحين problem solving، وبعدين تشوف اذا ما ادري اذا تشوفون هذه trying to solve the problems with little disadvantage، وش ماذا يعني هذا؟ لا يعني شيء، هذا كلام فاضي يعني صراحه. يعني لو مثلا وجدت شخص في البدايه انه يقول يا ابن الحلال الله يحفظك استر نفسك ولا تحط السيره الذاتيه هذه، انا امزح طبعا، لكن بعدين يعني غيرتها تماماً وشلت كل الكلام ذا اللي ما داعي. في هذه عدة كتب أنا أتمنى أنكم تقرؤونها. هذه كتب في البزنس، الكتابين اللي على اليسار في البزنس، والكتاب اللي على اليمين الأخير إلى ولدي الأحمد أمين، هو رسالته إلى أولاده مبتعثين. الكتاب اللي على اليسار إذا ممكن مشاري دقيقتين. تمام يا دكتور، ما في مشكلة. طيب الكتاب اللي على اليسار هو يتحدث انك انت اتقن ما تعمل، اتقن ما تعمل، هذه الطريقة الوحيدة انك you enjoy what you do. ان طالب الطب اتقن ما تعمل، مسألك انك تبحث عن الشيء اللي ما شاء الله تبارك الله، وهذا اللي this is what you're gonna build you يعني، وهذا اللي وتكلم عن موضوع اللي هو يسميها شو اسمه عبد الله اشترجيم، اللي هو لرأس المال الشخصي أو رأس المال الوظيفي، يعتبرك أنت كمؤسسة تبني نفسك بذاتك وتحب ما تعمل. فأتمنى أنكم تقرأون الكتاب. الثاني Why a student work for C students،
هذا ايضا يتكلم عن مساله الاشخاص اللي يروح المدرسه، يروح الدوام ويقرا ويطلع وما ادري ايش، ويهتم انه يخرج بشكل معين ويتخرج ويصير دافور صلى الله عليه وسلم، لا لكنه ينسى ان عنده لايف. ف اقرا هذا الكتاب. والاخير لاحمد يمينتك، حدث انه في الرساله المهمه في الكتاب، والكتاب يعني جميل ولطيف وصغير، انه احنا في الطب تحديدا هو التنافس فيه عالي جدا، فأثناء هذا التنافس لا تنسى أنك أنت تبقى إنسان لا يتخلى عن قيمه، بمعنى أنك لا تكذب، لا تخادع، تكون أمين صادق، لا تضرب الآخرين. ثم أنت تعرفون البيئات يعني البيئات التنافس العالية أحيانا تظهر فيها أسوأ في النفوس، فتحاول أنك تحافظ على هذا القدر، يعني قدر من النبل ما استطعت. طبعا هذه الختام، هذه الصوره لدفعتنا 33، وانا هنا جالس متربع، والايميل هنا والحساب في تويتر التواصل في اي وقت، واتمنى ان يكون هذا قدم لكم بعض ما يمكن.